السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم دايره لكم لا سويت ديال لا فيديو اللي فاتت. كنت قلت لكم راه غادي ندي بنتي للسبور وراني غادي نصور لكم. ايفيكتيفمون انا دايه دابا للسبور وغادي ديرو دون زان جاردان باسكو راكم عارفين اون سمومون لي سال دو سبور سادينهم ولا بروف ديالهم بقاو فيها مساكين وقالت لهم ندير لكم دون زان جاردان. اللهم هكا ولا بلاش باش ما تنساوش زعما على داكشي اللي تعلمتوه. انا غادا شويه قبل الوقت دايا لهم الكوتي ديالهم اي ميم طون باش نلقى البلاصه فين ستاسيوني حيت ما راه ما كايناش فين الناس اللي كيسكنوا هنا راه ما عارفين عندنا ام بروبليم دو ستاسيونمون في سونتر فيل. فوالا مشيت شويه قبل الوقت درت لهم الكوتي ديالهم. بالنسبه للناس اللي باغيين يدي وليداتهم كاين تما لي بوني اللي بغى يكري لي بوني ديال مام تي تو افيك وسينو كاينين اوسي لي فيلو تقدروا تكريوهم. ونهار اللي مشينا حنا لقينا لي بوم دامور دايرين لي بوم دامور بلوس باغ بابا با بور لي زونفون غراتويتمون. اون سي بيان ريغالي درنا الكوتي ديالنا. ما غروند مشات دار السبور ديالها وانا ولا بتيت مشينا درنا لكم ام تي تور صورنا لكم كلشي وبقاو حتى لا فان ديال لا فيديو. جو سوي سور كو لا فيديو غادي تعجبكم حيت هاد الجاردان فيه بزاف ديال الحوايج زوينين اي سورتو معروف عندنا هنا كيدير فيه تصاور ديال العرايسات وحتى انا هنا فين درت تصاور ديال العرس ديالي. بقاو حتى لا فان. هنا سبحان الله العظيم مشينا لقينا الحوت بزاف هاد المره هادي. شوف واحد البنت رمات لهم الماكله شوف سبحان الله العظيم كيتجمعوا عليها. Bye.
اخيرا وصلنا لا تورمان، سي ان تور برج كتطلعوا له الفوق، كيبان لكم المدينه ديال نيم كامله. بالنسبه للناس اللي ساكنين في نيم يشوفي انهم يبريزونتيو لا كارت ديدونتيتي ديالهم وكيطلعوا غراتويتمون، والناس اللي كيجيو يعني سياح بور فيزيتي كيخلصوا شي حاجه. ما بقيتش عاقله لو بري اكزاكتومون باسكو ما طلعتلهاش منين كنت في الكوليج، طلعت واحد المره انا وصحباتي وكانوا دايرين لي تاريف على انتيريور، ما بقيتش عاقله اكزاكتومون شحال. فوالا انا ضحكتني هنا غير بنتي، لقات الحجر باغتيغ وهز الحجر وغادا لها. قلت لها فين غادا؟ قالت لك جوي لا فينيغ، ما جاتها ما كملاش في البنيكا، باغا تمشي تكملها غتكملها هي. واخا الصوت ديالي مبحبح شي شويه مع الروح، ما بغيتش ندير لكم غير الموسيقى، بغيت نهضر معكم شي شويه. هنا عينا لانها جايه كلها طلعه، جلسنا شي شويه نرتاحوا. لا برينسيس بغات تكمل وسي الكوت ديالها. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جاوا لها نصحهم انهم يجيو يجيبوا وليداتهم يديروا البرومي با، اي جو سوي سيغ اي سيغتان يبقاو ديما يجيو لها لانها غادي تعجبهم بزاف. فيها ما يتشاف، الوليدات يقدروا يجيبوا لي فيلو لي تروتينيت، بالنسبه للناس كبار يقدروا يديروا لا مارش، يقدروا يجيو اون فامي يديروا ان بيكنيك كما كتشوفوا كاين لي طابل بلي شيز. وسبحان الله العظيم كل جهه فيها ما كتشبهش للجهه الاخرى، يعني فيها ما يتشاف والطبيعه ديالها زوينه. عندنا حنا هاد الجرده معروفه كيديو لها العرايسات لانها فيها بزاف ديال المناظر، كيجيو فيها تصاور زوينين. مني وجبد حتى انا درت التصاور ديالي هنا ديال العرس ديالي، جاو غزالين. وهاد النهار كانت شميشه ولقيت بزاف ديال دي جون في جايين يديروا شوتينغ فوتو، ما عرفتش اسكو سي دي موديل ولا مي، بزاف كانوا كيتصوروا جايين بين دي فوتوغراف بروفيسيونيل. اوب شوف هاد الحوت هادي كينقزات على رزقها ما شاء الله، سي تري بو افوار. وصلنا لفان ديال الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم هاد الخريجه وتكونوا فوجتوا معنا. جو دي ا تري بيانتو، ميرسي بوكو على المشاهده وعلى لي كومونتير لي لايك ديالكم، جو دي ا تري بيانتو ان شاء الله.